حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية. أستاذ كمال مساء الخير، أهلا بك معنا. اليونسكو إذن حذرت من تحميل المعلمين مسؤولية ضعف مستوى الطلاب، يعني الأخطاء الناتجة عن نظام تعليمي ربما أو الخارجة عن سيطرة المعلم، لماذا يتم تحميلها دائما للمعلم؟ مساء الخير على سيادتك وعلى السادة المشاهدين. بدون شك التعليم عملية معقدة، عملية مركبة لها أبعادها الأيديولوجية والثقافية والسياسية، ده من حيث مكانة المدرسة. أما من حيث ما يحدث في المدرسة فهو أيضا حصيلة عوامل متعددة وعميقة ومركبة، منها الإدارة، منها المنهج، منها نسق التعليم، منها نوع الامتحانات، منها قدرات المعلمين وكفاءتهم ومدى حرصهم على مهنتهم وحبهم لها. ولا شك انه المعلمين المهنه بالتحديد فيها عدد من الابعاد. اولا انه يكون راضي عن مهنته، وده مرتبط بانه يحصل على اجر عادل، بانه يؤدي عمله بكفاءه واقتدار، وده مرتبط من ناحيه ب آلية وكيفية محاسبته وقياس نتائجه من ناحية، ومن ناحية ثانية شهادته وخبراته. يعني كل هذه العوامل هي المسؤولة عن أن نحكم على المعلم، ما إذا كان معلما ناجحا أم معلما مخفقا. طيب. وبالتالي اختلال كل هذا وإلقاء اللوم على المعلمين هو أمر خطير، وأنا أتفق مع تقرير اليونسكو بأنه أمر خطير أن نلقي بتبعة العملية التعليمية بما فيها من أموال وما فيها من إدارة وما فيها من أولياء. طيب ما سبب، لكن أستاذ كمال في هذه الحالة ما هو سبب ضعف مستوى الطلاب؟ يعني نجد طلاب ليسوا بالمستوى الذي يجب أن يكونوا فيه، أو حتى كانت فيه أجيال سابقة في عمرهم وفي نفس ربما مستواهم التعليمي، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك عناصر متعددة، أيضا منها أن الحكومات لا تريد أن تنفق على التعليم إنفاق يسمح بوجود مدرسة جاذبة للطلاب، أنشطة تجعلهم يقبلون على العملية التعليمية بحماس وحب، معلمين أيضا غير متفرغين للعملية التعليمية بسبب سوء أحوالهم المالية ومكانتهم الاجتماعية المتدنية. يعني لا أريد أن أقول أنه في مصر منذ سنتين ثلاثة دخل أحد أولياء الأمور المتنفذين لكي يعاقب المعلم في الطابور أمام تلاميذه لأنه وبخ ابنه في السنة الرابعة الابتدائية دون أن يطرف للدولة جفن ولا للوزارة جفن ولا لنقابة المعلمين جفن. المعلمون الذين يحصلون على مرتبات هزيلة لا يشعرون بمكانتهم الاجتماعية ولا يشعرون بتقدير المجتمع لهم، والمعلمون الذين ليس في ظهرهم نقابة تضع لهم معايير حتى لمحاسبتهم إذا أخطأوا بيصبحهم كالحرفيين الذين يعتمدون على أنفسهم بشكل كامل دون أن يشعروا بتقدير المجتمع وحب المجتمع لهم ومهنتهم. الأصدقاء اللي بيجوا في التلفزيون ويقولوا المعلم زمان كنا نشعر له بهيبة وقيمة ومكانة كبيرة، لم يكونوا من المريخ ولكنهم كانوا أهلنا الكبار، ولكن كان كل ما هنالك أنهم يحصلون على مرتب يكفيهم البحث عن مهن وربما تكون مهن متدنية، كانوا يشعرون بمكانة. طيب أستاذ كمال، وبالتالي كنا نهابهم ونحبهم في نفس الوقت. كيف يمكن أن نرتقي بقطاع التعليم؟ المسؤولية على من هي؟ على المجتمع، على الأفراد، حتى مسؤولية ربما الأهل أو الأسرة لغرس روح ربما التعلم في روح الطلاب وروح احترام المعلم. يعني هنا حتى يجب أن نركز على موضوع احترام الطالب لهذا المعلم الذي يلقنه ويعلمه. ولكن هذا الحب وهذا الاحترام لن يأتي بالموعظة الحسنة، ولكنه يأتي في إطار النظام، وهذا النظام الدولة هي المسؤولة فيه. ما زال التعليم في كل الدول العربية مهمة الدولة المركزية بشكل أساسي، وليس تعليما خاصا كما يحدث في بعض الولايات الأمريكية أو في بعض الدول الكونفدرالية، وإنما هو مسؤولية الدولة ومركزية الدولة. وبالتالي إعطاء المعلم مرتب كبير يسمح له بالحياة بكرامة وفي نفس الوقت
وضع المعايير التي تمكن من محاسبته وقياس نتائج عمله، وفي نفس الوقت وجود نقابة قوية تستطيع أن تحمي المعلمين وتدافع عنهم. كل ده أستاذ كمال، المعلمين مكانتهم. أشكرك جزيلا أستاذ كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا جزيلا لك.